أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العذراء الثلاث 5 أكتوبر تشرين الأول 2021. إنه يوم عظيم بالنسبة لك، وقد تكافئ جهودك من حيث المال. سوف تميل إلى شراء أفضل المرافق لأحبائك، فقط كن حذرا من عدم استنفاذ المبلغ بالكامل دون توفير بعضا منه. قد تقضي معظم اللحظات القيمة مع شريكك اليوم، لأن اللقاء سيكون شغوفا للغاية. عاطفيا، العصفور في متناول اليد أفضل من 2 في الأدغال. يبدو أنك صادفت شخصا ساحرا، ويبدو أنه أفضل بكثير من شركائك الحاليين. اختر، إنه مجرد وهم، لديك الأفضل ويجب أن تعتني به. خطوة واحدة خاطئة ستؤدي إلى خسارة العمر، لذا من الأفضل تجنب هذا الإغراء والاستمرار. مهنيا، سيتم إشباع غرورك بالكامل اليوم عندما تتم مكافأتك على قيادتك ومساهمتك القيمة في المنظمة. لا يمكنك العمل بشكل جيد خلف الكواليس، لذا يجب عليك إظهار موهبتك وقدرتك. عندما كنت تعمل على قضايا مختلفة، سوف تضحك جيدا على الأخطاء التي ارتكبتها بالأمس. صحيا، في حين أن صحتك الجسدية جيدة، فإن عواطفك الآن في حالة هشة. أي ضغوط أو اضطراب عاطفي سيكون له أثر كبير. أنت أيضا تشعر بحساسية مفرطة، وقد يبدأ الإجهاد المتراكم في التأثير على صحتك. إذا لم تتخذ خطوات في الوقت المناسب لمنعه، تجنب أي مواقف درامية وخلافات خاصة تلك القريبة من قلبك. توقعات برج العذراء للرجل. حاول أن تستمتع بالحياة كما هي وليس كما تريدها أنت. ابتعد عن كل ما يؤذي مشاعرك أو قد يدخلك في متاهة لا خروج منها. انتبه لصحتك وغذائك واحذر بعض المشاكل. توقعات برج العذراء للمرأة. إنه يوم الأمل، تتلون خلاله أفكارك بأكملها. تتحلين بأفكار ممتازة تستطيعين تجسيدها سريعا بفضل حيويتك المفرطة. تكون علاقاتك مع المحيط بك جيدة. قد يكون اليوم مثمرا ومليئا بالحظوظ الجميلة. تستفيدين أكثر وأكثر من الحياة برفقة أشخاص تحبين. توقعات العلامة الأولى مواليد 23 أغسطس إلى 3 سبتمبر. أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها، حيث أنك تتفاهمين جيدا مع جميع الأطراف في كل من تتقابلين معه. استمتعي بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط الذي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوءك. توقعات العلامة الثانية مواليد 4 سبتمبر إلى 13 سبتمبر. ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر، وسوف تكسب أصدقاء العمر، وقد يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك. توقعات العلامة الثالثة مواليد 14 سبتمبر إلى 22 سبتمبر. الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك، فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معا للنجاح.